الآن بالنسبة للانتخابات المجالس الولائية كانت النتائج هذه متعلقة بالمجالس الشعبية البلدية، تجدر الإشارة إلى أن غياب قوائم مترشحة حصلت على الأغلبية المطلقة في المجالس الشعبية الولائية، معناتها ما كان حتى قائمة حصلت على الأغلبية المطلقة في الانتخابات المجالس الولائية. عندنا من جهة أخرى نسجل بأن كان 14 ولاية سجلت بها أغلبية نسبية متساوية بين قائمتين أو أكثر، يعني معناتها كانت يعني التساوي في التنافس على مستوى البلديات أكثر من ما كان عليه في مستوى البلديات. هذا الملاحظين يحللونه إنشاء يعني التعميق في تحليل الخريطة السياسية الجديدة. إذن عندنا في بخصوص إذن الانتخابات المجالس الولائية، حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 471 مقعد وحصل على الأغلبية النسبية في 25 ولاية. القوائم المستقلة حصلت على 443 مقعد وحصلت على الأغلبية النسبية في 10 ولايات. التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 366 مقعد وحصل على الأغلبية النسبية في 13 ولاية. جبهة المستقبل حصلت على 304 مقاعد وحصلت على الأغلبية النسبية في 12 ولاية. حركة مجتمع السلم حصلت على 239 مقعد وحصلت على الأغلبية النسبية في 5 ولايات. حركة البناء الوطني حصلت على 230 مقعد وحصلت على الأغلبية النسبية في 3 ولايات. صوت الشعب حصل على 82 مقعد ولكن لم يحصل على أي أغلبية في أي ولاية. حزب الفجر الجديد حصل على 45 مقعد وحصل على الأغلبية النسبية في ولاية واحدة. جبهة القوى الاشتراكية 40 مقعد وحصل على الأغلبية النسبية في ولايتين. التجمع أمل الجزائر حصل على 18 مقعد دون أغلبية في أي ولاية. حزب الحرية والعدالة حصل على 18 مقعد دون أي أغلبية في أي ولاية. جبهة الجزائر الجديدة 12 مقعد مع أغلبية نسبية في ولاية واحدة. جبهة العدالة والتنمية حصل على 11 مقعد دون أي أغلبية في أي ولاية. جبهة الحكم الراشد 19 مقعد دون أي أغلبية في أي ولاية. حزب الكرامة 9 مقاعد، قلنا جبهة الحكم الراشد 9 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية، وحزب الكرامة أيضا 9 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. حزب عهد 54 9 مقاعد أيضا دون أي أغلبية في أي ولاية. حزب الوحدة الوطنية والتنمية 6 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. حزب العمال 6 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. جيل جديد 6 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. الحزب الجزائري الأخضر للتنمية 5 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. حركة الوفاق الوطني 5 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. الاتحاد للتجمع الوطني 4 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. التحالفات 4 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. حركة الشباب الجزائري 3 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. حركة الوطنيين الأحرار 3 مقاعد دون أي أغلبية في أي ولاية. الوسيط السياسي مقعدين دون أي أغلبية في أي ولاية. حزب النور الجزائري لا مقعد ولا أغلبية. وكذا الشان بالنسبة لباقي المتنافسين نذكرهم على سبيل يعني الشفافية. حزب التجديد الجزائري لا مقعد ولا
لا مقعد حركة الإصلاح الوطني، لا مقعد حركة الانفتاح، لا مقعد اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، لا مقعد التحالفات الوطنية الجمهورية، التحالف الوطني الجمهوري، لا مقعد. المجموع عندنا 2350 مقعد، لا 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 لا, لا توجد أي أغلبية مطلقة، وتوجد 72 أغلبية نسبية في هذا الشأن. سيداتي سادتي، كانت تلك يعني المعطيات التي كان من الضروري يعني، وتشكل الحد الأدنى من المعطيات حتى تسوي الشرف.